الحمد لله فوز على الزمالك رائع، نتيجه طيبه، تتويج اليوم وتتويج التتويج. مبروك لجمهورنا، مبروك للاعبينا، مبروك للكادر التدريبي والاداره والاعلام اللي كان حاضر خلال هذه الفتره الطويله. الحمد لله كان موسم استثنائي بكل ما تعني الكلمه. ان شاء الله نعد جمهورنا بموسم اخر يكون افضل باذن الله. شنو المغزى من تلبسون تيشيرت اليوم رقم 13 ان 13 لقب؟ بعض الالقاب احنا مصادره من عندنا، نطالب بعودتها وان شاء الله تعود. هذا الرقم 13 وان شاء الله القادم 14. شو محضرين الموسم الجاي؟ محضرين كل الخير، نجدد للاعبينا ونضيف بعض الموقف المواسم. موجود معنا.